طب عرفينا كده ايه الترند في 2024 في الشتاء؟ ايه البيسز اللي طالعة موضة قوي يعني؟ الكوت طبعا الطويل ده طالع موضة قوي، الترنش كوت. الترنش كوت والكوت الصوف كمان طالع موضة قوي، وان هو يبقى نازل طويل لغاية الارض. بس لازم اخد بالي، هل انا طويلة او قصيرة؟ عشان ما ينفعش البس حاجة طويلة قوي وانا قصيرة، فده نحطه في الاعتبار. اللون الاحمر طالع موضة جدا، اللون اللي هو الليوبارد طالع موضة جدا. احنا برضو ممكن بنلبسه بكذا طريقة، ممكن كاجوال وممكن كلاسيك. الالوان الرمادي طالع موضة برضو. ان انا البس ابقى لابسة كل لبسي لون واحد، ده موضة. يبقى كله بيج، يبقى كله جراي، ده طالع موضة جدا. ومع بقى ممكن البس كوفية اغير شكل لون الطرحة، ده ترند قوي. طيب هنتكلم برضو عن حاجة مهمة جدا بالنسبة للون البشرة. هل في حاجات معينة لكل بشرة؟ برافو عليكي، ده حاجة أساسية قوي قلتيها. أو يبتعدوا عن إيه يعني مثلا؟ حتى يعني تقولي لهم إيه الألوان اللي لازم يبتعدوا عنها؟ إحنا بشرتنا بتنقسم ثلاث حاجات: ناتشرال وكول وورم. فالناس مثلا اللي طبيعه، يعني هو في حاجات طبعا ممكن من الانترنت يستعينوا بيها، لان ممكن تبقى واحده مش عارفه. وفي عجله الوان، في عجله الالوان دي بتوضح لك انت ايه مناسب ليكي، وان انت تبقي عارفه لون بشرتك وطبيعتها. دي برضو يعني بتتماشى مع عجله الالوان. فلو انا مثلا طبيعه بشرتي وورم، ففي الوان ما يعني هتلاقيه احطها عليها هلاقيها مغمقاني، مدياني سن اكبر من سني. في الوان هحطها على بشرتي هلاقيها مفتحيني وشكل حلو فيها، من غير ما اعرف حتى طبيعه بشرتي انا هستريح للون على شكل بشرتي. احنا معانا دلوقتي عجله الالوان معانا على الشاشه. مظبوط. انا طبعا لو هاجي اختار مثلا النهارده انا عايزه البس مثلا لون معين، لو انا عايزه البس ازرق هعمل ماتشنج معاه من اللون المقابل ليه الناحيه الثانيه اللي هو مثلا اللون الاورنج. لو انا عايزه البس ثلاث الوان بعمل الشكل الهرمي ده، وبختار مثلا اللون الازرق جنبي اللون اللبني، وبختار لون من فوق. لو انا طبعا مفضل ان انا البس ثلاث الوان مش اكتر، عشان احنا كمان محجبات، فالالوان لو انا بهرجت قوي في الالوان دي حاجه مش لطيفه. طب بالنسبه للمش محجبات، لو احنا مش محجبات يعني احنا عشان احنا اللي بيبقى ظاهر مننا الطرحه، فيعني فده بيفرق على شكل بشرتنا، هو ده اللي بيبين شكل وشنا وهو ده اللي بيكمل الطقم. طب خليني افهم منك، يعني ان تيرمز ان هي اتنين مش محجبات مثلا ممكن يلبسوا الوان كتير ويعملوا كولر بلوكينج ويعني كده، بس لو الحجاب يفضل ثلاثة فقط. ثلاث الوان كويسين قوي. لو انا عايزه البس مثلا لون مطرقع قوي زي الالوان اللي طالعه موضه دلوقتي، ممكن البس معاه الوان يعني مثلا ازرق، ممكن البس معاه اورانج مثلا من فوق، ممكن البس بلوفر مثلا موف عليه جاكيت مثلا، ممكن البس جراي مثلا. يعني احاول ما تبقاش كل الالوان مطرقعه وما يبقاش كل الالوان غامقه، يعني احاول ابقى امشي شويه، نعمل زي ميكس مثلا كده وننوع يعني. بالظبط.